وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، وفي رواية لهما: الخيمة درة طولها في السماء 60 ميلا، لكن لفظ البخاري 30 ميلا. في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. مجوفة أي خالية من الداخل يسكن فيها. 60 ميلة تساوي 165 كيلومترا و 600 متر. درة أي لؤلؤة. 30 ميلة تساوي 82 كيلومترا و 800 متر.